عشر عادات لتصبح أذكى كل يوم. كن أكثر ذكاء حيال الوقت الذي تمضيه على شبكة الأنترنت. ليس من الضروري أن يكون كل الوقت الذي تقضيه على الشبكة مخصصا لشبكات التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات المضحكة، فالأنترنت اليوم هو مصدر غني بالمعلومات. يمكنك استبدال بعض من وقت الفيسبوك على سبيل المثال لتلتحق بأحد الكورسات التعليمية المتوفرة على الأنترنت والتي تشمل الكثير من المواضيع، أو للاستماع لأحد الأحاديث التعليمية الملهمة على تيد، أو تعلم بعض المفردات اللغوية الجديدة، أو قراءة أحد المقالات التعليمية. قم بكتابة ما تتعلمها. ليس على هذه الكتابة أن تكون منمقة أو طويلة، لكن أخذ بعض دقائق يوميا وتخصيصها لكتابة ما تعلمته في هذا اليوم في أسطر بسيطة يمكن أن يحدث فرقا في القدرات العقلية. فالحياة بحد ذاتها رحلة تعليمية مستمرة. تقترح المعلمة الروحية ومدربة اليوغا أيزولا ألتشر: اكتب 400 كلمة يوميا تصف فيها ما تتعلمه من جديد في هذا اليوم. أي معلومة مهما كانت بسيطة قد تكون مفتاحا لكتابتك في هذا اليوم. قم بإنشاء قائمة أنا فعلت. جزء كبير من الذكاء يتعلق بالثقة بالنفس والسعادة، لذلك قم بدفع هذين العاملين، وبدل قائمة to do أريد أن أفعل أنشئ قائمة I did أنا فعلت، قم بإنجازها وإتمامها لتشمل كل الأشياء التي قمت بإنجازها وإتمامها. مارس بعض الألعاب والأحاجي. الألعاب ليست فقط وسيلة مسلية لقضاء الوقت، ولكنها أيضا وسيلة مهمة لتمرين العقل، سواء الشطرنج، الطاولة، سكرابل، سفينة حربية. أي من هذه الألعاب اللوحية له تأثير عميق في بناء الذاكرة وتمرين العقل؟ حاول اللعب بدون الحصول على نصائح من مصادر خارجية وبدون استخدام الأجهزة الإلكترونية. اقض الوقت مع صديق ذكي. قضاء الوقت مع أشخاص أعلى منك في مستوى المعرفة والخبرة والذكاء يعد من أسرع الوسائل للتعلم وتنمية القدرات العقلية. باختصار، قرب منك الناس ذو مستوى ذكاء عالي. كن متواضعا واكتسب أي معلومة جديدة. اقرأ كثيرا. بالطبع ليس هذا بالأمر المفاجئ. التأثير الكبير الذي تحدده القراءة على القدرات العقلية وتنميتها. الآراء تختلف حول المواضيع الأكثر تحفيزا للقدرة العقلية، ولكن بلا شك من قراءة الجريدة في الصباح إلى قراءة الكتب الروائية أو غير الروائية بشكل يومي له التأثير الكبير على تنمية القدرات العقلية لدى الإنسان. اشرح للآخرين. ألبرت أينشتاين قال: إذا لم تستطع أن تشرحه ببساطة فأنت لم تفهمه كفاية. وبالفعل هذه المقولة صحيحة. حاول أن تشرح المعلومات التي تعرفها لشخص آخر ببساطة، سيساعد هذا على ترسيخ المعلومات وفهمها بطريقة أعمق. وتذكر البساطة هي العمق. جرب أشياء جديدة. جرب دائما وبطريقة عشوائية أشياء جديدة. ليس عليك أن تبقى ملتزما بها، فقط جربها ولاحظ كيف ستترابط هذه التجارب الجديدة مع مجموعة خبراتك وتجاربك ومعلوماتك السابقة. لا يهم إن كانت رسم لوحة، تصوير، الطبخ أو الموسيقى، أيا كان هذا الشيء تأكد من أنه سيثري قدراتك العقلية وينميها. تعلم لغة جديدة. اختر لغة غريبة عنك وابدأ بتعلمها. ليس عليك أن تتقنها بسرعة، خذ الأمور بروية. هناك الكثير من المواقع الإلكترونية المخصصة لتعليم اللغات. خذ وقتا للراحة. يجب أن تعطي دماغك وقتا للراحة ليعمل على المعلومات التي تعلمها. خذ يوما هادئا بدون معلومات جديدة، فقط أعطي نفسك الفرصة لتفكر فيما تعلمته من معلومات. البعض يفكر وهو يركض أو يمشي ويراجع معلوماته ويخرج تحليلاته الخاصة، والبعض الآخر يفكر أثناء استرخائه على كرسيه. بكل الأحوال لا تنسى هذه الفقرة الهامة التي من شأنها ترسخ المعلومات وترتيبها في دماغك لتأخذ أحسن نتائج مما تعلمته من تجارب وخبرات.